حياكم الله أعزائي، معاكم منير الحجي، فنان تشكيلي من القطيف شرق السعودية. اليوم بناخذكم في جولة، تقريبا جولة غريبة شوية عن الفن التشكيلي. بناخذكم إلى بيتنا القديم الموجود في قلعة القطيف، التراثية جدا قديمة، يعود تاريخ بناء إلى تقريبا 1000 سنة أو أكثر. فبيتنا موجود في هذه القلعة وما زال موجود، بس متهالك ولكن غير مسكون. فحياكم الله معانا. الآن بدأنا بالدخول إلى القلعة من مدخل أحد الجيران، أحد بيوت الجيران، هذا يسمى الصابات. الحين بنتجه إلى اليمين، هو مدخل اللي يودينا إلى البيت، بيتنا القديم اللي هو تقريبا مهجور ولكن ما زال في روح شوية. دخلنا البيت الآن، أول ما يقابلنا في البيت هو المسعى. المسعى هو التوزيع للدرج، وإلى على اليسار هذا يسمى العقد. العقد هو موزع إلى الدور التحتي. يتخلل العقد هذا المحجر يستعمل الى الاضاءه في اوقات النهار. نتجه الحين الى الدرج اللي هو الاتجاه الى الدور الاعلى. قبل الاتجاه هذا فيه ندار، دار الاخرى هي غرفتين، مكون غرفتين تحت، غرفه اسمها تشندود وغرفه يسموها الدار. تشندود طبعا لتخزين التمر، والدار هي للنوم. طلعنا من الدور الاول الى خارج المسعى، هو يسمى الحوطه. هذا عبارة عن مصب حق القهوة، صادف تعليقه ما حد لمسه للآن. هذه ما زلنا في الحوطة، هذه دريشة من المجلس على الحوطة. هذه النافذة هي للإضاءة على الدرج، يعني لو تسكر ما يعني تقريبا يصير الإضاءة مسكرة تماما. هذه الدرج طبعا الدرج تمتاز بأنها غير منتظمة، كل عتبة تختلف عن الثانية واتجاهها وحجمها وارتفاعها يختلفوا. أول ما نقابل في الدور العلوي، هذا الدور الثاني يعني الدور العلوي، هو الغرفة هذه اللي هي بابها البني، هو نسميه المجلس. هي طبعا إلى الضيوف، في نفس الوقت يستخدم إلى النوم، بس وقت الضيافة الواحد يعتني فيه علشان يستقبل فيه الضيوف. ومثل ما شفتوا مقدمة إلى الدور الثاني تقريبا، له ما في يعني سكن إلا إذا ضاق المكان ممكن يستعمله حق كغرفة نوم. هذه درايش مطلة على قدام البيت. قدام البيت طبعا الحين احنا نشوف شجر هذا حديثا، يعني ما كان في شجر هني، حديثا تقريبا إلى يمكن 5 سنوات 6 سنوات احد الجيران زرعها. هذا الحين احنا ما زلنا في المجلس، عيوننا الى خارج المجلس اللي هو هذا الموزع الصغير. الموزع الصغير يتجه الى اليسار، هو الليوان وهذا الحمام، او يسموه غرفة التشيل لما يصير غير مستعمل فيسموه غرفة تشيل. غرفة تشيل هو التخزين إلى العيش، السكر والدهن، وهو طبعا يقع في الدور الأعلى إلى الحمام التحتي، لأن فيه 3 حمامات في اتجاه واحد، اتجاه علوي. الحين دخلنا إلى الليوان. الليوان يقع فيه غرف، 3 غرف اللي هي المجلس وغرفة نوم، وغرفة ثانية طبعا تكون للوالدين، الغرفة الكبيرة عادة يختاروا الغرفة الأفضل للوالدين، والغرف الثانية عاد شوف الواحد هو حظه يعني. هذا المحجر الثاني من اللي هو مطل إلى السطح، اللي هو يعبر منه الضوء مباشرة أو أشعة الشمس. ما زلنا في الليوان. الليوان طبعا هو موزع مثل ما نشوف حتى الى اتجاه الدرج العلوي ولا اتجاه الدرج السفلي. هذه في الغرفة الكبيرة نسميها غرفة العودة، وهي غرفة للوالدين.
طبعا ايام مكيفات ما كان في مكيفات، بس هذه الفتحات حديثا، هذا الرف والتلفون، للتلفون يعني كان مؤخرا يعني اول ما ركبوا التلفونات. بالمصادفه طبعا التلفون ما حد يرفعه الا الوالد، يعني ما حد يتجرأ يرفع السماعه دارا. فهذه احد الزخارف الموجوده على البيبان، هذه طبعا نسميها الحلقه. الحلقه هي قفل الى الابواب، وهي ما لها داعي تتقفل، معظم الابواب كانت يعني كلها مفتوحه يعني طول النهار. الدهانات هذه تعتبر حديثه، يعني كانت بلون الخشب الطبيعي، بس هذا الحين لونت حديثا بعدين، يعني ممكن الى ناس يبغوا يخلوها اجمل. هذا باب الدرج حق السطح، طبعا السطوح الاول متلاصقه في يعني بيوت الجيران كانت متلاصقه. هذا طبعا اليوم جايين بيتنا القديم، هجرنا من تقريبا 30 سنه، والحين احنا في وسط البيت في الدور العلوي. هذه احنا الحين على مشارف غرفتي، غرفتي طبعا اللي سكنت فيها، وكانت مكان النوم، مكان الرسم، مكان كل حاجة. وطبعا هذا البيت كنا ساكنين فيه كل العائلة اللي هو تقريبا احنا 8 اشخاص، تحت خدمات، وفوق اللي هي غرف شو اسمه غرف النوم وغرف الجلوس. وهذا طبعا نسميه كنا الليوان، عبارة عن اللي يسموه الحين اللي هو الصالة، هو مقسم إلى الغرف. هذا اللي أنا موجود فيه الليوان، وهذه المساحة تصير فوق، أما اللي تحت الحين يسموه العقد. العقد هو هذا اللي يوزع تحت، هو محل خدمات وجلوس البيت على طول تحت. فالحين احنا متجهين الى السطح، السطح طبعا يعني مفتوح، وبعض البيوت فيها الخلوة. الخلوة هذه اللي نشوفها الحين هي الخلوة. الخلوة عبارة عن غرفة تكون بمثابة الملحق، هذه الايام يسموها، هي سميت الخلوة لان عادة تكون لرب البيت، يعني يا يكتب او يختلي بنفسه، او اذا هو شاعر او عنده هواية، او يبغى يستريح عن دوشة العائلة، فتكون الغرفة في الاعلى. هذه احد النوافذ المطلة على الخلوة. الخلوة فيها جهة ثانية هي مثل الظلال او مظلة، يسموها المصبح. المصبح هو مثل الظلال، يعني ممكن من الاسم يعني نستشف انه يجلسوا في الصباح يمكن، او صبايحي يعني. النوافذ هذه يطلوا على من المصبح الى الحوطه. الحوطه هي سميت حوطه يعني ممكن نسبه الى كان في زمن قديم في ممكن يربوا اغنام او يربوا ابقار فيسموها حوطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.